ضمت القبر للعبد الفاجر كضمتها للعبد المؤمن العاصي الموحد العاصي؟ لا، ضمت القبر للمؤمن إذا صح الحديث فيها، فإنها ضمة رحمة وحنان كضم الأم الحنون ابنها إلى صدرها. وأما ضمتها للفاجر فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي حتى يدخل بعضها ببعض من شدة الضيق. أعاذنا الله وإياكم من هذا. نعم.